بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، ونجم وشجر يسجدان، وسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنعام، فيها فاكهة ونخل ذات الأقمام، والهبوز الآصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغرب فبآلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان.